منذ أكثر من عام ومديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة ترزح تحت وطأة حصار ميليشيا الحوثي التي تمنع بشكل متكرر دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المدينة، حصار ضاعف من معاناة المواطنين هناك حيث باتوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية بسبب صعوبة إيصال المواد الغذائية اللازمة إلى المدينة. وتسببت الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا على طول الساحل الغربي في المنطقة إلى عرقلة وصول المساعدات الغذائية التي تقدمها مجموعة الإغاثة التابعة للمنظمات الدولية. وفي محاولة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها السكان في مديرية الدريهمي، أعلن برنامج الأغذية العالمي تمكنه لأول مرة من الوصول إلى الأسر المحاصرة في المديرية لتقديم المساعدات الإنسانية لها، فيما تتبادل الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الاتهامات بخصوص المسؤولية عما يعانيه السكان في المدينة، حيث يصارع المئات من سكان المدينة من أجل البقاء على قيد الحياة على أمل أن تتوصل الأطراف إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الإنسانية.